بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام متابعين رياضة الآباء والأجداد، هكذا وعلى بركة الله تعالى أعلنت البداية وأعلن التحدي وأعلنت المنافسة من جديد لهذه الشعارات المتواجدة المنطلقة هنا على أرض ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يحتضن هذا المهرجان الغالي، مهرجان الأمير الوالد يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين. ينطلق شوطنا السادس على بركة الله تعالى مع هذه الشعارات المتواجدة، شعارات أصحاب السمو والسعادة الذين ينطلقون مع هذه التحديات بهذه المؤسسات العملاقة المتواجدة، الباحثين عن الإنجاز، الباحثين عن الناموس، هي الكلمة الغالية لجميع المشاركين وكذلك نعم لجميع من كذلك يعشقون هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نرى مشاهدين الكرام على المركز الأول في هذه اللحظات هنالك التحدي والمنافسة مع انطلاقة غابش المنطلق في هذه اللحظات هنالك مع هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية المتابع له مع هذا الانطلاق وهذا التحدي المثير. نقلتنا مشاهدين الكرام إلى ثاني المراكز، إلى من انتقل إلى المركز الأول مباشرة في هذه اللحظات وهنالك الكنترول لهجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران المري متواجد الشبل مع هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. نقلتنا إلى رابع المراكز أو ثالث المراكز، من يتواجد في هذه اللحظات وينطلق هنالك مع هذا التحدي التحدي الكبير ومع هذه الإثارة الحاضرة هنالك الهجن الشحانية وكذلك المتابعة مع الذهبي سالم بن فاران المري الذي يتابع هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. مشاهدين الكرام نرى ونتابع من يتواجد على رابع المراكز في هذه اللحظات وينطلق انطلاقا ممتاز، هنالك التحدي مع وصولا بنشوان، هنالك الهجن الشحانية وكذلك محمد بن خالد العطية متابعا له ولانطلاقاته. خامس المراكز نرى ونتعرف على من يتواجد الفائز لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني وعبد الهادي بن حمد بن هليل من يتابع في عملية التضمير والمتابع، ولكن نعم هنالك التحدي مع عساف متواجد لهجن المرخية المتواجدة هنالك مع كذلك سعيد بن محمد بن هادي الجربوعي المتابع لهذا الانطلاق في عملية التضمير والمتابعة والانطلاق مع عساف. مشاهدين الكرام نعود إلى وقائع المقدمة، نعود إلى المتواجدين هنالك على أول المراكز وثانيه وثالثه، نعم أقطاب ثلاثة متواجدة منطلقين مع هذا التحدي الكبير، ولكن بدأ المشاغب بمشاغباته هنالك مع المراكز المتقدمة مع من يتواجد على المركز الأول في هذه اللحظات. انقضت 3 كيلومترات وبدأت 3 كيلومترات جديدة حاملة بالإثارة والتحدي والتشويق لهذه الشعارات المتميزة. دائما نعود مع المركز الأول، نرى ونتعرف على المركز الأول في هذه اللحظات الانطلاق هنالك مع هذا التحدي الكبير مع نشوان. انتشى نشوان في هذه اللحظات مع المركز الأول ينطلق ويقول لنا هذا الشعار المهم دائما، شعار هجن الشحانية وكذلك عملية التضمير مع المشاغب محمد بن خالد العطية الذي يقدم لنا نشوان هنالك بانطلاق ممتاز بتحدي ملحوظ بانطلاق مع نشوان. نقلتنا إلى ثاني المراكز، الوصول هنالك مع غابش، يا غابش في هذه اللحظات ينطلق غابش على ثاني
المراكز لهجن الشحانية وكذلك المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا غابش على ثاني المراكز. ثالث الأسماء الواصل في هذه اللحظات والمنطلق هنالك الكنترول قادم بكل قوة مع هجن الشحانية وجابر بن سالم بن فاران. هنالك الشبل متواجد مع هذا التحدي مع هذه الإثارة الحاضرة في هذا الشوط وانطلاقة هذه الشعارات والمؤسسات العملاقة. نعم نرى التدخل من الجانب الأيمن، هنالك الانطلاق مع متوعد، هنالك مع هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية يتواجد مع متوعد بانطلاق ممتاز. رويدة الرويدة إلى ثاني المراكز ينطلق في هذه اللحظات. أما خامس المراكز فنرى هنالك التدخل في هذه اللحظات مع هجن الشحانية المتواجدة والمنطلقة مع تحديات وانطلاقة الكنترول وجابر بن سالم بن فاران متابعا له في عملية التضمير والمتابعة. مشاهدين الكرام نعود إلى المركز الأول، نعود إلى مقدمة الشوط. هنالك نشوان، ما شاء الله تبارك الرحمن، نشوان انطلق انطلاقا ممتاز مع 1500 متر ما تفصل عن النهاية، ونشوان يباعد المسافة بعروض ممتازة بانطلاق شيق. هنالك مع مقدمة الشوط ينطلق نشوان لهجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية الذي يتابع هذا الشعار بانطلاقته وتحدياته. بو خالد حاضر مع هذا التحدي مع هذا الانطلاق المتميز. الله الله الله. نعم ثاني المراكز في هذه اللحظات من أول الواصلين في هذه اللحظات والمتابعين. نعم نرى على ثاني المراكز، نرى القادمين في هذه اللحظات، نرى كذلك هذه الشعارات القادمة بكل قوة في هذه اللحظات. هنالك الانطلاق وهنالك التحدي لمن وصل في هذه اللحظات. ينطلق هنالك مقدام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد آل ثاني المتواجد. هناك محسن بن علي بن فراج متابعا له ولانطلاقاته. ثالث المراكز وصل هنالك خداع لهجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية يتواجد في عملية التضمير والمتابعة. وهنالك عفاس وصل في هذه اللحظات ينطلق على رابع المراكز. سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني ومحمد بن برقان المتواجد في عملية التضمير والمتابعة. هجن الشقب متواجد على خامس المراكز تنطلق مع برشم مع انطلاقة وتحديات سالم بن جابر بن محسن الجربوعي في عملية التضمير. ولكن يا مشاهدين ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على نشوان، ما شاء الله تبارك الرحمن. نشوان هنالك على المركز الأول بعروض ممتازة بانفراد كلي هنالك على مقدمة الشوط. سلام يا نشوان، سلام سلام لهجن الشحانية، سلام سلام محمد بن خالد العطية، وسلمة يمينك يا ابو خالد، سلمة يمينك المشاغب على هذه المواصيل اللي وصلتها نشوان. سلام هجن الشحانية، سلام وسلام للمشاغب محمد بن خالد العطية على حصول نشوان على المركز الاول. ثاني المراكز كان الوصول مع برشم لهجن الشقب على ثاني المراكز، والتهاني كذلك للمضمر المتابع له سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. أما ثالث المراكز فكان الوصول مع مقدام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني ومحسن بن علي بن فراج في عملية التضمير والمتابعة له. أما رابع المراكز فكان الوصول مع عفاس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني والمضمر كذلك محمد بن برقان ابن مقارح. أما خامس المراكز فكان الوصول مع خداع لهجن الشحانية، والتهاني كذلك للمشاغب محمد بن خالد العطية. مشاهدينا الكرام متابعينا في هذه اللحظات هنالك التوقيت الزمني 9:08 ست أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لهجن الشحانية وكذلك التهاني للمشاغب محمد بن خالد العطية على فوز نشوان. ثاني المراكز 9:13:07 من الثانية. تهانينا لهجن الشقب وكذلك التهاني للمضمر سالم
بن جابر الجربوعي أما ثالث المراكز 9:14 وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لمالك مقدام سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني والتهاني.